الحمد مهد مستحق وحام تيستي او اسغنانا يا لله الهي هلكا مركا اينو سيدان يراهنو الحمد وينو مبتديسننا خبر كيدنا وينو سو قدرنا يو وحينو اورنانا وا مستحق لله جاري مجرور كنا وينو تعلقيننا خبر كان كتعلقيننا مستحق مركا الحمد لله جاري مجرور كاسي خبر كتعلقا واخبر بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استقر لا ابغي مطلبا بغى يبغي بغا وبغية وبغاء بمعنى طلبه لا ابغي اي لا اطلبه مطلبا به الهي بدلا بدل ان الهي الهي يعني حين كن بدلنا ان مطلبنا احمد الله الهي بان مهدنا يا حمدا مهد الكامر كان سيده نراهنا ان مركي هو الهي وحو كو مهديي او كو اماني اسمي جمله اسميه او اه الحمد جمله اسميه ما هي فايدتها دوام صوما واحد دائما جملة فعل كائن ما هي فايدتها تجدد هي حدوث وحصول عصبانانا يوم مربس وكرية لبدي بقول جمعية صفة دائمة وإلهي مهم نقيس وأن مرنا قائن وكم هذه تاء قائن حرير كا وهذا مر والبأفقا بكسر عصبانانا سوء أدكو عرعيني نسيد هذا وكم هذه مركا حمدا وحد كل نصب نساء ومفعول لفعل محذوف أحمد الله إلهي قال مهدين يا حمدا مهدين حمدك أو يبلغ محي أورنشرين الجمل بعد النكرات أوصاف وبعد المعارف أحوال مركا حمدا ونكره جملة كده ما يسكسي فيه حمدا حمدي حمدي او يبلغ قارسين يا فعل كل يلاه يبلغ لبا مفعول بغاضنا يا لبا مفعول مدوة سوق الدرسة يبلغ قارسين يا الحامدة ومفعول في كود نك إلهي كم هضنق أيوه كقارسين يا من رضوانه إلهي ثالي أهانشه سا الأملاء الأملاء ويسقوا تشير ألف تاسي حقيقة وألف الإطلاق إطلاق الصوت عد كبير كل سيدة أيها كدرات الأملاء الأمل بمعنى الرجاء وهي رجع أمل يأمل وباب أكل يأكل وحي لم يترجى يرجو بي لما معناتها الأمل رجع يسقوا مستر بو إطلاقه لكن وثوق تشير اسمي مفتول الأمل أي المأمولة سيد اللوي هذا الخلق يد اللوج هذا المخلوق أيها الكنوح يري الأمل وحنا أجدا المأمول وحنا إلهي بنا أم هذه نيا إلهي ما هذه أنت أم هذه يا وحك قط يا نيا قرانك قرانك أيا الله قب لابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سوسامة دور سورة ضادنا والله قبل روضي تقريبا مؤفر بعض شن صماحي الحمد لله رب العالمين محاكو حقا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور محاكو حقا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا محاكو حقا الحمد لله فاضل السماوات الحمد لله الذي له ما في السماوات وما الحمد لله فاضل السماوات تقريبا إمي سأل أقول دمية وأقول دماضي محمد سبحانه وحاكو دماضي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إيو سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إيوه وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وعن فيه أفر بكل ما ني صدح ويقود بيسابا والحمد لله رب العالمين عاد وكل ما أفر منا آيات وقود بيسي حقه ركا قلت تاواتنا داخل نعيد قريبا صاصة يضم فيريا مركا حمدي وحكا قضي ذي قرانك معنى هذا مركا الحمد لوقة وحال هذا الثناء باللسان وأمان لغو أمانه عربك مركا أمان تعربك إلهي لغو أمانه يو أي حمد لو يقانا محاي كوكرا دويهن حمد هي شكر ما الفرق بين الحمد والشكر وحي الأهدان الحمد أعم من حيث الأسباب وأخص من حيث الوسائل شكر قلنا وعكسه والشكر أعم من حيث الوسائل وأخص من حيث الأسباب مركا محاكا دحية عموم وخصوص من وجه وسيد الرحمن الرحيم وقال ميربا من خاص قلت هاي وجهي وجهي كان عام بيكوت الحمد وحين للواء عام من حيث الأسباب حمد وحق السبب أي عام كي هايو أمان تأذ أمانة سا وحي كنت ماتا بمقابل النعمة قف كني وناقو كوسمي واتكو أمانة سا مركي حمد تهاي وحي كراغو كنت ماتا بغير مقابل وحقارو أذيق آنو كوسمي واتكو أمانة سا تسالهان وحاد ليدا هاي قف وحاد كو أمانة سا شتاع عديس جيسي نمديس جيسي لماذا قفقنا يساقو إنو جيسي هاي ما وح أذيك كاسو قاريبا مسوا تلمانو يساقو ليه لاسمة ووح لاسمة يساقو ليه هاي صوما وحادكو أمانتي فصاحة ديسة أفتهن لماذا فصاحة دو ما وحو كسيييو أذيك كسو قاريبا متعدي يكوسو قدبي مسوا وح إساقو إيق ووح إساقو إيق مركا نعمو لاسمة أو قفقا إساقو إنكو إيقنا واتكو أمانة سا مد متعدي وأذى وح قارو وكترينا واتكو أمانة مركا حقي سببتها نكن أمانة عدا الأمانة أمانة الأمانة محاكين طيب وعام بمقابلة ويكوت ماذا بغير مقابلة ويكوت ماذا مركا الحمد أعم من حيث الأسباب وأخص من حيث الوسائل لكن حقا حبناها وحلقوا أمانة يو وخاص وحين نري الحمد وحل إذا أثناء باللسان وعرب كثيرة شركا جن شوارح لا بصوم فربنا حمد يقول حقو خاص كيا اللسان حق عصو يسقو خاص كيا وصايش وحنا عام كيا حق أسباب شكر جوا عكس جيس وحو خاص كيا هاي حق أسبابته ما حاكيني عدن الأمانة سيدين الأمانتي الشكر لا يكون إلا بمقابل النعمة وناكو كو سميي أيوم باتكو أمانة وحبو كو سيدي وحي باتكو تلي شكرا لك على هذا شكري قان إيا أمانة لما حي كتبني مقابل هذا الشيء شيء قاسي كتبني مركا حقا واكا خاص ومركا شكره قفك سفا إساقا أقارا كما تعلقه وحي عام كتهي محي وسائلك وتيوهر خاص كاهي وشكره وحي لقوم قدتا شوارح لأرده أفادتكم النعماء مني ثلاثة هي يدي واللساني والضمير المحجبة تصارك هكذا كان فضل وشرعية سجود الشكر سجود لهذا الشيطة صوما انت يحب نود بلغة سجودة أمرت أن أسجد على سبعة أعض تضبح نود
أي سجود الشكر وقدعة وربط قلب وقدر أنت على جهل يا وأنت ونورك اللي ديجي قلب يونس وشاكر ما نقنعه أو إيش وسوا شاكر ما نقنص الله نبى شاكر حق مركا جوارح ذا وسائل كشكر قال لجو جدنا يوم حمد قال إيه شكر قال كبا خاصة حمد قال حق وسائل كوا خاص شكر قال محيي هاي عام شكر قال فرق بدن سجود شكر قال قرأ وفرس أنت ما يردت السجود سه ما تشرت مركا وين تشرت سجود هذا سجود الشكر لكن مرنا ما مقشان إياه ده اللي قش يا سجود الحمد ما يا فرق إذا مركا شكر إيه حمد ورد حيا وقع يا كوس عيني حين نري الحمد أعم من حيث الأسباب وأخص من حيث الوسائل والشكر عام من حيث الأسباب من حيث الوسائل وسائل وخاص من حيث الأسباب أسباب ولهذا يقول أحد العلماء والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه شكرك كسال يا من وحجري إلهي وعن ضربنا يا أمان أروان إلهي إلهك لك بدلني حمدي أنا وحان ربا إن إلهي جو محانكو إلهي إيقو قارسيو فاللي أهان شيء يستعينو ميشان هكسنيو إيقو قارسيو إعراب تيدون وإذين موقتا الحمد ومبتدئ خبرك بس وقدر لله وجاري مجرورك التعلق لا دوا النافي أبقي وفعل المضارع لا ذا النافي ذا إيا لا ذا الناهي ذا محيك كل الدوين لا ذا الناهي ذا لفظي يكون عوار فشا فعلك جسم سال لكن لا ذا النافي ذا لفظي يكون عوار فشا معناها يكون عوار فشا معنيه بأنفسها لا أبغي مركا صفانا واتكرر كرتا وصفة بقى. ما يتني وحين نقون كرتا حالنا ويكون نقون كرتا لا أبغي حال كوني أنا قوه من أن طلبني مركا تشمل الله إعرابي أبغي وفعل مضارع فاعل كذنوا وأنا به جاري مجرورك أنا كنت علوتي بدلا ومفعولك أبغي حمدا ومفعول فعل محذوف يبلغ وفعل مضارع فاعلكنا وهو من رضوانه وجاري مجرور الأمل وحاو قدر مفعولك كواد الحامدة الأمل المفعول الثاني وهي وأنا منصوب ألفتنا وللإطلاق وبعد فالفعل من يحكم تصرفه وعليه ثم الصلاة ثم ضوضنا الصلاة أمان على خير الورى أي على خير الخلق الورى بمعنى الخلق على خير الورى أنك كي أوناك سنة كركي سهات وعلى ساداتنا مضح ضيضة كركو دنا أمانها أهات وصحبه خير الورى أنك كي أوناك سنة أصحابتي سينا كركو دها أهاتو آلكي إيا صحابتي الفضلاء وانوناك سنة فضلك لها إدرك درها ثم وحرف على ثم محي في إيديسا ترتيب تراخية لبعض الشيء اللي يسكون له شنية إنه كالدن بيان وليبا كالفقيه وهدي اللي إذا دخل زيد ثم عمر لبعض أنه مدي كالدن بيان هل غمرك ذكر حق المخلوق متراخيا عن حق الخالق حقوق دي مخلوق لها او كدن بيستي الهي بشير او حق النبي يقول له يا هو محي والصلاه والدعاء قرانك و جمعيه صلاه يا سلامت يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كتاب كان لبادي ما جمعينه محو سمي هل بتبوقات يا ثم صلاه على خير الورى وحبرك الله أول إياه والتأويل فرع التصحيح عليه ذا أن لبعض بوقر أواقي حق أفق لكن حق قرالك حال مدبوك قرأ الصلاة مركز ثم ضبنا الصلاة أمان الصلاة محال قوضة
أقوال بدن بأكون شفتا أبو العالية أثر كي بخاري كسبنا وقف عن وحل وقف الصرف صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى إلى هاي إنو أما كسل لي النبي محمد معنيه ذوح نقنيا إنو أماني إلى هاي نحريسنا وين قطع ثم الصلاة أماني على خير الورى خير الورى خير محي أصل كي أحي أخير مركهم سدي ولا سكتشري يأذف الحدي دينا وحلوق هذه خاضة ضد خير بين قط شر يا خير أشر يا أخير بفينا ثم ضد الصلاة على خير الورى هل كي مركه النبي محمد وحوش يا عليه الصلاة والسلام نبي محمد وحوش يا جي وحل إلى هذا لقب نانيس موش يجد اسم جيسي محوش يجواي لأن اللقب يغني عنه هديلا إذا خير الورى يكره وأيؤم والنبي محمد مركب مجلس عادي هديلا وش يجوا وكذا أفتومي نانيس تاس خير الورى أي خير الخلق على خير الورى وعلى ساداتنا هنقل أما أنت سيحد عضو على ساداتنا مضح لجيدي سادات وجمع السيد ومضح لقوضه آله أها حتى كم درس سادات قطتك مضح دايو آله إهلك النبي إريق آل وحي لهذا قول يهل قويينتو لبن ميرود بكيمي بي كراشيقان قول وحي لهذا من بكيمي أألن أألن لبا همسير و اسكو ريبان همسا دهورا كردغان تدنبو ريبان أ-لن دبا دبا اللي اسكو مدى يوم حال اسكو يلي آ-لن قولنا وحي لها دماء وحي يحي همسا إيها أهلن بيها أهلن مركا يحي با همسا دي هادي همسا لو بدلي آد وانا لقو بدلا انت موضع لقو بدلنا كتاب كاللي هذا صرف صناعة العرابة ابن جني كايا مركو هذا كهلي أما همسا دم دهان كهوري حطبا دبا لنا أهل بأهل ليلي آل بلو بدل أصل قصص كتير آل كو أرجع آل ووحيابها إذا فدى لاسمة أسماء إذا فدى لاسمة تسمى شفت إذا في لاسمة أما اسم الظاهرة الله تيري أما اسم الضمير ما أنت محو تيري ضمير آله هذه الظاهرة الله تيري وحلا هذا وحيابها أشراف تأم بالله تيري وحوا نحسن وحيبها وضيعة اللي تا آلوما إذا فيه أو محالك قد شوابا يا هدي اللي هذا آل وح شريف الله إذا فيه سو تنفرعون ليلي ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون فرعون ما شريف بوها ميان وضيعة هين محالك إذا فيه وحالك لو قد شوابا يا لأنه كان يرى نفسه إنه شريف هي بسؤالك طبعا نعم وحي ويسوي سؤال كيين باللوغو مقعابي او اه كوشيس تشيس ديقش دوب انك انت العزيز الكريم اوكالي مع عزيز بواب اهلو ناري ويديقش مركا آله اركاسي كشتي آل يا الله قوضا آل النبي واهي هلكا والاك لقاضا خلاف فدنبا كوشيرا آل يا اللوغة تيدا كتاب كريا جلاء الافهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأرام يا إسكالة يا ابن القيم بالي كتاب كاس باكها الخلافات خصوصا أروي حتى لفظ جاء آل إيه وحصل لكن وحال بصو كوا وحيل أن آل النبي تفسير كده وحنا غريا هدب مقام كرات شوكتو باب كتاب الزكاة هدات شوكت باب الزكاة ودتك حولها قادنا آل النبي ميسك قاطن مايا وأيوة ما كذا كسر كذا لودي ذا وبنو هاشم إيوه بنو مضرب مثلا في الشافعي قواسي راس مالكية أنا وبنو هاشم كريم مركب باب الزكاة مركب اللي تشوفه آل النبي مركب اللي راح ضوح كده عيا بنو هاشم إيوه بنو مضرب باب الدعاء مركب اللي تشوفه اللي هذا ما أنت أوكر إلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آل كاسيه النقرة يعني أمد النبي قرن بين النقرة يعني آل النبي هم أتباعه
ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الضاغي أبي لهب. باب الدعاء مكلا شوغانا آل النبي وضمان أتباع الملة وإنت دينتها يستطعنا مركلا شوغو. باب المدح والثناء أمان آل النبي وحالي هذا علي يا حاسكيس يا اللي بدي سعرور علي حاسكيس واطمة فاضل اللي بدي عرور نواقوه حسن يا حسين انت صدح لا صدوك لقادس آل النبي باب الزكاة مثل شو غوايو بنو هاشم يوب بنو مطلب باب الدعاء مثل شو غوايو باب الدعاء أتباع الملة ومد النبي قول لن أي آل النبي عليه الصلاة والسلام. باب المدح والثناء مثل شو غوايو علي وزوجته وعلي وزوجته وأبناءه لبدو دي ويل وأبناء وأبناهما أنت قبيب الله بصوا أروريا وحورنا يا آل النبي سيد وقاعدة يا آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام مؤمن هاشم بعنو بالآل في منع إعداء زكاة المال وإن إلى نشر الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي وفي مقام المدح هم أهل العباء أتي الذين الرجس عنهم ظهرا أذهبا وفي مقام المدح هم أهل العباء أتي الذين الرجس عنهم أذهبا وطهروا لما دعا تظهيرا ضوبى لهم دعاءه الشهيرا ضاها وبنت المصطفى سبضاها وبعلها سرير عمي طه قرت مرض إذا ما تكمرض دون قتنشرين وندين يرينا يا قرت آل النبي سيد الأنام آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام مقرتين مؤمن هاشم مؤمن هاشم عنو بالآل مؤمن هاشم عنو بالآل مؤمن هاشم عنو بالآل مؤمن هاشم عنو بالآل في منع إعضاء زكاة المال في منع إعضاء زكاة المال مؤمن هاشم عنو بالآل في منع إعضاء زكاة المال وإن إلى نشر الدعاء تذهبي وإن إلى نشر الدعاء تذهبي وإن إلى نشر الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي فالمؤمنون كلهم آل النبي وإن إلى نشر الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي وفي مقام المدح هم أهل العباء وفي مقام المدح هم أهل العباء عباء همسة دي بدكو استاغسة شدري قفر حركاس عباءة همسة يتعلى إحدى ذو دعية ببيت وكاكلا قايا عباءة عباء حق هرور راعية
تاذن حاجة دلت عدون طه. وفي مقام المدح هم أهل العباء أتلذين الرجس تلذين الرجس عباء أتلذين الرجس. وفي مقام المدح هم أهل العباء أتلذين عفوا همسدون حاجة إهراء عصان. وفي مقام المدح هم أهل العباء أتلذين الرجس. الرجس سلم قرن عنهم أذهبا. وفي مقام المدح هم أهل العباء أتلذين الرجس عنهم أذهبا أذهبا. والظهر لما دعا تظهيرا. والظهر لما دعا تظهيرا. والظهر لما دعا تظهيرا ضوبا لهم دعاءه الشهيرا. ضوبا لهم دعاءه الشهيرا. ضوبا لهم دعاءه الشهيرا. ضوبا لهم دعاءه الشهيرا. انت انا بيت بكو حي مسماها ضاها وبنت المصطفى سبضاها. ضاها وبنت المصطفى سبضاها. ضاها وبنت المصطفى سبضاها. وبعلها سليل عم طه. وبعلها سليل عم طه. عم طه نبي محمد أديرك على قوة صومة عليه الصلاة والسلام. طه وبنت المصطفى سبضاها. طه وبنت المصطفى سبضاها. طه وبنت المصطفى سبضاها. وبعلها سليل عم طه. وبعلها سليل عم طه. وبعلها سليل عم طه. واساس آله انت سالك هذا آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام. بنو هاشم من عنو مؤمن هاشم من عنو بالآل في منع إعداء زكاة المال. وإن إلى نشر الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. وفي مقام المدح والثناء هم أهل العباء. وفي مقام المدح هم أهل العباء أتي الذين الرجس عنهم أذهبا. والظهر لما دعا تظهيرا ضوبى لهم دعاءه الشهيرا. ضاها وبنت المصطفى سبضاها. وبعلها سرير عم ضاها. وصحبه أمام سحابتي سي صحب وجمع صاحب كركب وراكب. مركا صاحب اسم مفردة جمع صحابة بكو إيمانيا. كلمة ذكرية الكلمة الوحيدة في اللغة العربية التي يأتي مفردها فاعل وجمعها فعالة هي كلمة صاحب وصحاب. لغة عربية كلمة مفرد كيدون فاعل هي جمع كيدون فعالة هي. هل كلمة ذكو جرتها وكلمة دي صاحب وصحاب. صحب نوالا قد جمعية. ثم الصلاة الصلاة هو اسم مستر مستر صح دي مستر خيماها أصرخها وأيو تسلية بمسرك أصرخ عن غلها. الفضلاء صفو حيوتهي آل إيا صحبي آلكي إيا صحابتي. الفضلاء ونوناك سناء مركب حدادي. ثم الضبادينا مهد بديد الصلاة أمان على خير الوراء أي مستقرة إلا وشاري مجرور خبر بكو تعلقيان وحيكسر ناريا على خير الورى ضدك كي أبونا سنا. وعلى ساداتنا إيا مدح دينا كركود إيا وآله أها مدح دي آلك النبي أها. وصحبه أها صحابة دي النبي أها. آلك إيا صحبه الفضلاء أي الفضلاء ونوانا سنا. كلمة دو أصر كم حي أهيد الفضلاء الفضلاء إيبي أحد تعصاه وصلي قلنا محال الله أجري همسدي لضرورة الشعر
قبايق درتي سي قبايقانو ينوغا تشابين ايا سيدا لوجي قصر الممدود حرف مدناء وشدناء ألف إير لها سيدا فضراء أوكرا إي مد المقصوف مد قابنا اللي تشيدو لبعض الشعر هو ضرورة ضوي بنايسا لكن لبعض وحا أصلا قصر الممدود كي ألفت إير لها صحراء ألفت إير أنت اللي قتر إلا إلى هذا صحراء صنعاء همسدي انت لغا جرى ان له صنعاء كاسا اصلا وهي اللغه العربيه الاصل على عدم الزياده ان وخ لغو سو درى ان وخ لغو درى كبا اصلا ان وخ لغو درى مركا لبدو بنايين لكن كان اصلا الفضلاء وبعد انت دبدت اي بعد البصمله والحمدله والسلعمه مركي بيسك ان سو قبسن إلهنا وما أدنقري نبي إلهي نكسر عليه الصلاة والسلام فالفعل فعل من قفك يحكم أي يتقن سكسوغايا تصرفه أي تقلبه سبت بدله ننكر وإنه سبوه إسك إتقانيا ننكي سغا وبعد انتاد بديد فالفعل فعلك من متك يحكم سغا تصرفه إسكت جدنت فعل هو إسبت بدلاء يا حالاتي سنك أنتم برتسو عن وسجبتنا إستجسوا يحسب وككوا هذا كتب ده من اللغة لغة حق إذا وككوا يا يأسوا كوا مسوا أورورسا الأبواب البابدي هي والصبرة والدويك والصبرة يدنا واحد والصبرة للإطلاق عطي اللي شيء ذي درتي أي عرفت أسكورات اللي فتح له تشيلو ألف أكررتا دم اللي تشيدنا وهو بكررتا كسر اللي تشيدنا يا أكررتا مركا السبلاء فتحة اللام أيو تشيلي السبلاء ألف تسكتي وحوكو قيلي إنت أكدب فعلك ننكي إسكسوغا سيدو سبت بدلا لو قد أبواب تيدي ويؤكو بميان وبعده انت كذب فالفعل فعلك ومبتدا اول فالفعل فعلك من قفك ومبتدا ثاني واسم شرطي مبني على السكون في محل رفع مبتدا اول يحكم قفك اسكسوا يحكم وفعل مضارع مجسوم بمن وعلامه جسمه السكون وفاعله هو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ الثاني من والجملة من المبتدأ الثاني أو من هي وخبرها أو يحكم خبر. في محل رفع خبر المبتدأ الأول أول. يحز وجواب شردقي يحكم مركي نقطة فعل شردقي من جواب شردقي نحن قنايا يحز إذنك أنت في جسم سيئ فاعلك يحسنا وهو من اللغتنا شاري مجلوك يحسك التعلق الأبوابنا يحس مفعول غنك وسبلنا كعضف وبعد إنت أكدب فالفعل فعلك من قفك يحكم إسك الصغة تصرفه سوء سبت بدلا ها يحس وعكا كوبيا من اللغتي الأبواب أبواب تيدي وباب فعل ساسي نقطة باب فعل ساسي نقطة هي والسبرة والدوين كيدي فهاك فها أي خد كا أدقو أوكي فعل سوحة لفاء الفصيحة أي أفصحت عن جواب شرط مقدر شرط قو أنا واحد عن ماشا كؤل جواب تيسي كوع دينسا أي فإذا عرفتها ما تقدم ذكره انت هذا الله صور شيء مركز قلتين وأردتها أدربتين إن هذا أقاتين شيء نوحو يهي فهاك أي فخد قاضو مركز فأذو وفاء الفصيحة أفصحت عن جواب شرد المقدر فها أي فخد هذا سوى اسمه فعل أمر
مركا مفرد مذكر الله لحظة يو وحال عرنا يا هاء مركا مؤنث لحظة ينا هائي مركا مثنى لحظة يا هاء ما مركا جمع لحظة يو هاء جمع مذكرة مركا جمع مؤنث لحظة ينا هاءن هاء مقرأ كتابية نصص فها كافتو محي نقطه فاء فاء فصيحه نقطه هذا اسم فعل او نقطه كافتنا وحرف في الضاب وحرف في قفقه لاغله هذه وحي اسبت بدشاء سيده كافتا اسميه هي اسبت بدشو لكن اسمي ما هي وحرف فهاك اي فخذ قابو نظما ومستر اي منظوما سيدي هو اول وادلاق المستر وإرادة المفعول مستر كيو النظم يبغو ينوشيك لكن محوشي ذا المنظومة سيدة خلقي مخلوق أمل مأمول أكل مأكل فهاك أي فخلق هذا أنت أذوق هذا فاعل كذنا وأنت نظما أي منظوما تح هذا الكلام الله قيب يا سوما هذا الكلام على ودوكك ومن يتح إيو تراب هذا الفضول هذا المرتي هاي يهايو سوغان هاينا تراب عليها هدو سوغان يهاي ما قعد دون هاي شو أما قبل ده أما قرار ده أما شيفتر ده أما ويلكر ده أما هاس ده محل إيش فيها هذا تحبار إيش فيها هذا نظمي مركا تفسير هذو كانوا غنيا تح أما قبل فهاك قاضو نظما تح أي منظوما مثل تحي أو محيطا كوي فهاك قاضو نظما يدنا وصفه نظمك أو محيطا كوبي بالمهم أنت مهم كهي وقد يحوي وحلق يا بائن كوبه يحس بلم يطايا التفاصيل فروع هي تفاصيل من قفك يستحضر صراحة هذه السنة الجملاء أي الجملاء ألفت سنة للإطلاق أي لإطلاق الصوت نكا جملوين كي هايستا وصوشي وحالغا يابا إنو مركبا سو حادث صدو وحيابه فروع لها حالكا وحفقية فهاكا وحالقا تنظما محيطا بالمهم قبي قن آن كون ترين دونا انتي مهم كهيدوين كتاب كان مع كونه مهيما سيد الله شاكي حدنا وحايا جفتا أبواب بضن ومهيم هايدا كما قن تجردك إيا سيادة كما هذا تجردك كما هذا اشتقاقه كما هذا يو الحاقه كما هذا يو كما هذا يو جمودك هي تصرف منك كما هذا يو تصقيرك هي جمع هي تثنيه منك كما هذا يو اوسان الاسماء كهذه ماي اسماء ذو كاني واسماء دي افعاش كحني مفعولك فاعلك صفه مشبهه هذا اسم تفضيلك ووحي فعلك كي أبواب تاس ومهمها موقرين فهاك نظما وحنا لغاية ما هو وجري لضرب الاختصار وحنا قوبنا فهاك نظما أي فخذ هذا نظما قبي أي منظوما قبي قاس ومحيطا قبي هو نظمه الاسم فاعل فاعل فلوقع تصمع بالمهم انتي مهم كهيد وقد يحوي وحنا لغاية ما هو قوبه التفاصيل التفاصيل شاس إن فروع دا من قفك يستحضر صوحة دي السنة الجملاء شملوينك وحي بودها وحي أورانجيرين من حفظ المتون حاز الفنون وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانه وتعالى.